وفي إطار استمرار التصعيد الإسرائيلي على القطاع، ينضم معنا عبر الهاتف قائد قوة المستشفى الميداني الأردني في غزة العقيد الركن صادق بني نصر. أهلا بك صادق بك. يعني بالبداية، أوضاع إنسانية صعبة، كيف يعمل المستشفى الميداني الأردني خاصة في هذه الظروف وأيضا بالنظر للكوادر البشرية هناك؟ سيدي مساء الخير، وشكرا لقناة المملكة على هذا التواصل. سيدي في البداية أحب أذكر الجميع أنه يتمتع مرتبات القوة بمعنويات عالية والحمد لله، وهذه المعنويات نابعة من حرص ودعم سيدي صاحب الجلالة للقضية الفلسطينية في كل مكان وزمان، وأطمئن الأهل جميعا بأن مرتبات القوة بألف خير وسلامة. الحمد لله. سيدي، بدأ العمل في المستشفى الميداني بتاريخ 28/1/2009، والأمانة لم ينقطع عمل المستشفى منذ ذلك التاريخ في قطاع غزة، حيث يبلغ سعة المستشفى 40 سرير مقسمة على جميع الاختصاصات المختلفة، وأربع أسرة عناية مركزة وغرفتين عمليات، بالإضافة إلى أربع سيارات إسعاف حديثة مجهزة بشكل كامل. سيدي، لغاية هذا اليوم بلغ عدد المراجعين للمستشفى الأردني في قطاع غزة 2,869,138 مراجع. نعم. سيدي، بالنسبة للأوضاع الحالية والانقطاع في الانقطاع الحالي للكهرباء وما يشهده قطاع غزة، سيدي، توفر لدينا مولدات كافية وطاقة شمسية لإدامة عمل المستشفى على مدار 24 ساعة، والحمد لله يتوفر لدينا مخزون كافي من مادة الديزل لإدامة العمل. سيدي، المستشفى منذ خروجه من المملكة الأردنية الهاشمية تعمل قوات المسلحة على أن يكون المستشفى الميداني مكتفي ذاتيا من المياه والطعام والوقود، بالإضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية ولمدة 3 شهور. سيدي، أطمئنك وأطمئن الجميع أن المستشفى بجميع كوادره الطبية والتمريضية جاهز وبإذن الله لاستقبال أي حالة مرضية تراجع المستشفى. نعم صادق بك، يعني طبيعة ونوعية وأعداد الحالات أيضا الذي يتم التعامل معها في المستشفى الميداني الأردني بالنظر للثلاثة أيام منذ بدأ يعني على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. سيدي، لطبيعة العمليات الجارية حديثا في أقصى الشمال وجنوب قطاع غزة، لم يراجعنا أي حالة لغاية هذه التاريخ لتقديم أي علاج، كونه يتم إسعاف هذه الحالات لأقرب مستشفيات من المواقع التي تم استهدافها بالقصف. وإذا ما تحدثنا عن مدى توفر مخزون وحدات الدم لديكم أيضا؟ سيدي، يتوفر لدينا وجميع مرتبات القوة جاهزة للتبرع بالدم، ونحن على تنسيق مستمر مع الصحة والطواقم الصحية في قطاع غزة لجميع زمر الدم المطلوبة. نعم، إذن قائد قوة المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة العقيد الركن صادق بني نصر، شكرا جزيلا لك.